بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحب الساعة، يا أهلا وسهلا في الجميع في داون أوف مان. طبعا نحن الحين في داون أوف مان، يمكن ما بقالنا إلا شيء واحد بس الحين نسويه، اللي هو مواد الستيل. الستيل هو مكس معدن ولا خليط معدن ما بين الحديد الحديد أمور ثانية يسمونه الستيل، اللي هو قاسي أكثر، بس ما أذكر بالعربي شو فولاذ، أيوة اللي هو الفولاذ. فباقينا المواد الفولاذية، بنكون وصلنا لآخر عصر تقريبا هني موجود في اللعبة. والله تمنيت ان اللعبة تتطور اكثر من اللي انا وصلت له، لكن في امور حلوة فيها الصراحة. مثلا الحين احنا الحين بنطور البرج هذا، انا ما اعطيته اولوية. اوكي، لا هذا حق الجسم تريدر، هذا قريب صديقنا دوم يكون موجود. انزين، عند غنم، عنده وول، عنده ايرن، عنده حديد، فور. احنا دائما عندنا من هذا زيادة. شو الغالي؟ ما بغيته. ايش وايد غالي؟ ما ابغى، ما تسوى. زين اكل، انزين شو ناقص عندي الاكل؟ انا ليش ناقص الاكل؟ اوكي، الموسم بعده ما خلص، الموسم بيخلص الاكل بيرد تقريبا طبيعي. عندي 3 رؤوس غنم، لو اخذت من عند راس غنم ما كان احسن؟ انا حاط لهم متصل، بيذبحون الزيادة وبيتكاثر المود. طيبة، خير. هاي شو غنم؟ بنمسك الغنم هذا، بنمسك مرة، بنمسك الغنم مرة، ما اعرف كم حبة يعني، بنمسك كن. عندنا شي حد يتمشى هني؟ لا بس يسد. هذا الموجود يسد، اهم شيء الحشيش عندي يسد، لانه كان مشكلة يوم عندي وايد روس حلال. لحظة، شو شال شال 4 قطع. يعني انت، انا مسوي لك عربات الله يهداك، قاعد تسوي لي عربات، اخر شيء قاعد يشيل لي 3 قطع. زين شل 10 قطع، شل 12 قطع، عبى كامل ورجع، مر على دربك على حد وشل. بس ما في حد هني يشل هاير. شوف الموسم يخلص على يختفن صح، لانه ما عندي ناس كفايه. كم واحد انا عندي؟ 9 و8 صح. ابو ازيد بيوت زين حق ناس الباقيه. بيت هذا كم يبغى؟ 3 قش. ولا طيل يبغى له حصى، ما عندي، موجود، ما عندي مشكله بالحصى. قلنا هالارض بنشلها نحن صح، يعني خلنا نشل القطعة هاي ونشل القطعة هاي، نحط مكانهن بيوت على أساس نوصل شو 100 نفر في السكان. 1 2 2 الصوب الثاني، بنصير نشوف البرج بعد شوية، لأن البرج مالنا راح يكون كان مهم. انزين كرافتر، لا احنا بغينا هني بير ماء، هذا بير ماء قلنا. برودكشن، شو عندي مشكلة؟ نو ستورج، قاعد مشكلة، ما في مكان تخزين يقول لي. بس بغيت هذا سالفة، حطي بير ماء هني، وبنحطي لنا نار. ايوه، امور طيبة تمشي. انزين هذا ما بنى بعده، شو يباله؟ هذا يباله ايرون، يباله حديد. ليش يباله 3 حديد؟ لحظة عشان ابجريد. اوكي، 3 قش 2، هذا 3 حديد، 4 خشب. دونكي شو وضع عندي؟ لا دونكي وضع اوكي ممتاز، لان عندي وايد عربات انا، بتكون مكس ما بين الدونكيز والشو واقرب. لحظة، خلهم يبوا له هذا الامان اللي يحتاج. الحين كان عندي انا الحديد، صنع دايركت صح؟ اوكي، الحديد والستيل في نفس المكان يتصنعون، لانه هيبقى ل 20. اوه 20 بوينتس. اوه لحظة، عندي اكل، وضع الاكل نص نص ترى. هذا مش انه احسن شيء. اشوف ها حديد ما شلو مخازن، يعني ستورج ستورج هات، خلينا نسوي مخازن. ستورج
وير هاوس في مستودع بعد صح جديد ما سويناه، نقدر نحطيه في ظهر هذا تقريبا. ايوه بعيد عن الزحمة، له بابين. اوكي ليتس جو، خلينا نشوف شو يستوي. اوه زاد البيوت على طول صح، وين امية؟ اظن اذا فتحنا كل المويه الستون يفتح لنا خريطة جديدة. نحن نبى امية واحد ونبى ستيل حبة واحدة، واظني بنفتح شيء جديد مش متأكد بالضبط، بس بيكون نفس الشيء لكن انه خريطة جديدة على ما اذكر. لكن ماشي مشاكل، نبى نشوف الحين البرج هذا شو اخباره. ان البرج هذا المتطور الحين، اول مرة انتبه، لكن بصراحة كلامهم نفس سيمز تقريبا. فكرت البيبان لا يدخلون علي. ول 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 دمروا ابراجي كلها يد. بس خلنا نوقف حالة الطواري ونروح. مات عندي حد؟ لا. نايس. الابراج الابراج وايد زينة. ابراج. شيء ممتاز. وانا هني وابا جدار. جدار. دار. في جدار. كل الجدران اوكي. ممتاز. رقم واحد. انت انا في ستيبل انا من كيف ما في مكان؟ يذبحوهم، انا حاط لكم تذبحونهم، انا ما قلت ابدا انا بالكثر. البوز هذا ما عندنا مكان حق 60 راس، المفروض يكون عندي 60 راس اصلا. البقر والله بعد قاعد يزيد يعني زين، مش غلط ابدا. لحظة انت شو عندك؟ ابو منا شيء. هذا 60 60 160 4 60 5 اكل. شوف الاكل ماشي على القياس تقريبا، لان اذا وصلنا 100 واحد ما بيروح يكون سهل نحافظ على الاكل. زين خليني احط الابراج العاديه. لحظه يا سيدي دور عادي ان هاي الباقيات المكلفات شوي، بس وايد خدمونا الابراج. خلنا نزيد شوي حبه حبتين، بس دفاعاتنا ممتازه يعني التصميم جيد جدا. مكان صغير مضغوط شويه، احس اريح للناس. وهذا هو انزين. الحين شو باقي لنا؟ قلنا ما عندي مستوصف صح؟ وين المستودع اللي هنا المفروض يستوي؟ يباله 8 قش بعد، ومش موسم قش عندنا. يبالي ازيد برع مزارع دام ان عندي ناس زياده. اقدر ازيد مزارع في هذا الاتجاه، ما عندي مشكله. بيروحون شويه مش برودكشن سوري. وين الزراعه؟ الزراعه هذه هي اباري. ايش بي هذا اللي نحطه كم بسرعة. أظني كنقلوا هذا وحبوب أمورنا طيبة، لأنهم بينقلون أسرا خلاص، فما عندنا مشكلة عندهم كل شيء. هذا والله أظني خدمنا في السعادة وايد، لأن الحين أظني معظمهم زعلانين. والله أكثر من هاي أماكن عبادة ما أقدر أسوي الصراحة، يعني ما أعرف شو يبونهم. طلعون الروح شوي في طلباتهم غريبة عجيبة والله، ما يشبعون. بس كل الألعاب يتمون يبون 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 يبون. أنا أحط في مكان حبة هني وخلاص أمور طيبة. أهم شي في عندي أكل، لأن هذا إذا نزرع الحينة كان هذا نحط كل الزراعة أصلا. لا دايما
اي زراعه عندي لها اولويه كالعاده، ارفع الاولويه مال الزراعه، لان الزراعه تخدمني في كل شيء. تبون الصدق، الزراعه بتخدمني في القش، بتخدمني في البناء، بتخدمني بعد الموسم، بتخدمني في اكل الحيوانات، بتخدمني في اكل الناس، تخدمني في وايد شغلات. يعني شغلات كثيره تخدمني فيها الزراعه. والحين تقريبا كل حد عنده كارت ونحافظ على كميه معينه، مش كل حد بس انه في كارت كميه طيبه. ما اظن حتى يمكن يستعملون كلهم ولا؟ شوف يعني مثل هذا واقف، كارت هذا ما عنده شغله، هاي ما يسوي شيء، يعني ما حد قاعد يستعمله. فاصلا يمكن انزل ليمتس انه يستهلك وايد جلد. خلنا نسير الليمتس. كارت 50% من السكان، يعني المفروض 40، 25% بس. 25% يعني المفروض 20، 22 عربة غير يسوون تقريبا في الحولة. الحين المفروض اسوي 22 عربة، لا زين بيكون على 10 غير يكفيهم، لان انا اتصور الحين مش كل حد حتى بيستعمله. شوفوا في عربات واقفة، انا اللي قاهرني في عربات واقفة وما استفيد. شو عنده هذا؟ النبا هذا، حبتين خبز وروح ناخذ منه حديد. حديد نوعا ما مهم الحين. هذا البرج الجديد، والله جميل البرج ترى، بسوي له واحد عند كل بوابه لانه نوعا ما مكلف. ما اعرف اذا بيمديني، بس هنا ما عندي ابراج. ليش استوى هجوم وما بنيت مرض؟ نبني ابراج. طول الطريق مرة هون، هني في مكان نظريا كفاية. بس خلي تشوف لوين زارعين. ايوه شوفوا ايش كثر زارعين. كمية الناس تلعب دور كبير في الزراعة والانتاجية على فكرة. يعني هذا في الموسم، بعد الموسم المفروض يكون اوكي. بس ترى ما يزرعون كل سنتي فيها، في اماكن غير مزروعة. ولا هذا شو؟ اه اوكي، لا هذا اوكي مخلص، المفروض حد يشله. عندي وايد ناس تشله بس زين يمشي. هذا البقرة ما يزيدون وايد بقر عندي. مشكلة الحيوانات اكثر وايد من الاكل اللي عندي. هذا اللي شوي مغيظني انا. بس والله اخر نقطة تباي ولا اخر وحدة ولا 20. هاي كم كانوا 12؟ بدينا كم؟ 8 10 12 14 ما اعرف، كم وايد. بس احنا فتحنا، شو بيفتح لنا؟ ستيل، سبير، ستيل، نايف، ستيل، سكين، كل شيء، كل المعدات بس ستيل. اللي فولاض قلنا، اني فولاض كان. قام بينا القش الحين بيسوون بقريات. بس ناقصنا القش. دائما في الموسم يكون احسن. شوف انا اللي قاهرني اشوفهم من الحين من بعيده. ممكن كم يشيل؟ خمس حبات سب. اوكي هذا شال يعني، بس احس المفروض يشيل اكثر يا اخي. انا حتى هذا ما مبنى، بعطيه اولويه. هلا يوم انه بيجي اسمه قش بيحطون في هذا اول، وبشوف شكل المستودع لانه ما سويت مستودع للحين. شوف يعني انا اعطي اولويه حق المستودع. النذل صار يسوي هنا الاولويه. راوند هاوس عندي مكان حق 100 نفر، بس بيجون 100 نفر الحين. اسوء المستودع. ايوه الحين بيجون شي شي قش. المفروض هالموسم يكون اوكي، اتصور بيكون زين لانه ما في وايد صيانه. حتى لا في صيانه، كميه صيانه، كميه صيانه طيبه في ما حد هنا احس. كم ولا داعي؟ وين المستودع مالي؟ عربة تشل 12 قطعة، يجيب قطعتين ويروح في العربة ولا دق. كل حام وهذا. الانيميشن مالنا شيء فنان ترى. الانيميشن مال اللعبة كأغراض وكهاي وكبعض الأمور صراحة شيء جميل. ما كان أبدا غلطة إن ناخذ اللعبة هاي ونلعبها. أوكي ثلاثة يونا، صرنا 88. نتمنى يكون في مواليد زيادة. شوفوا كيف يبنونه.
حبة حبة بانش بس على أحلى. تذكرون بانش لعبنا؟ والله بانش طولنا فيها، كانت سلسلة حلوة وايد. منو اللي هذا فكوني بشوف شكله، لأنه ما عندنا مكان أصلا، ستورات فل لنا. والله حلو صدقون، عاد هذا مستودع رسمي يعتبر يعني هنا. ما عندك ماي؟ يصير اشرب ماي. هنا الناس متخلفة شوي ما يشربون شيء. والله كبير الوير هاوس. مشكلة مش هنا، مشكلة كل ما سوي اكثر والموسم خلص واستعملنا القش كامل اظن صيانة سووا فيه ما كفى. الحين بيزرعونه؟ لا والله الحين شتى يا بيموتون، عندي حلال وايد بس اظني عادي خليهم يموتون ما في مشاكل. انه وايد لهم قاعد يذبحون، كل ما يذبحون اكثر كل ما ارتاح اكثر. بس على فكرة انا لاحظت يوم يكون مثلا اخلي عدد اكبر تكاثرهم اسرع، يعني ممكن نستعملها كتحكم في كمية الاكل بعد. ما ببقى شبه في البيت ويتوكل هذا روح. ما يروح بطريقة عادية. يلا تعالوا واحد هذا توكل على الله الله يحفظك. عن البقرة صار قاعد يزيد، كل شيء قاعد يزيد بزيادة مو نبغى أكثر. أوكي عندنا نولج 18 حبة، بنفتح على طول الستيل لأن الستيل شيء مهم. بس ابغى اشوفهم يزرعون يا جماعة، ما اشوفهم يزرعون. انا عندي مشكلة وياهم الحين، شتى ترى بيموت عندي بعض الحلال، ما عندي اكل. يعني لو كان عندي كنا بنرتاح شوي الموسم هذا. بس عادي يعني عندنا اكل وايد، اهم شيء الاكل. شوفوا دام الناس عايشة اداريا امورنا طيبة، في عندهم لحم، في عندهم خضرة، في عندهم خبز، في عندهم حليب، في عندهم كل شيء. وبعد تشوفهم بعضهم ما ياكلون تعبانين يعني. شوفوا هذا نفس هذا هذا مع انه طباخ شكله، مع انه قاعد يطبخ. اوه فرن، تسوي اكثر من فرن؟ انا المفروض قاعد يسوي خبز يعني اكثر من هذا. احس ما يحتاج يعني صراحه شخصيا. هو الشتاء الاكل بس ينزل، موسم الشتاء ينزل. واحد مات مليوع، اثنين مات مليوع، ثلاثة مليوع. البقر في العادة يموتون أول شيء، أظنهم ياكلون أكثر شيء. البقر على طول يموتون. بس هذا نوعا ما تحكم الطبيعة أحس في الموضوع يعني. خلاص الحين موسم الجاي بحاول إني ما أسوي شيء وأخليهم يزرعون، لأن أظن ما أعطيهم شيء يسوونه بيزرعون. أنا عندي في بندنج تاسك مش هذا، لحظة أكتيفيتيز مايل ستون، كان في ريسورس لومات شارس ديفنس تك ريج بروجرس تاسكس. هذا هاي البندنج اللي ما حد يسويها لانه شو 218% اصلا. محتاجين دبل الناس اللي عندنا تصدقون على اساس ان نخلص هذا كله. شوف الحلال ما مات من، بس البقر مات اكثر. البقر برايه الصراحه لان البقر هاي ما يقدروا يستعمل تعبانه، بيصلحونه برايه لون الحمار هذا يحطونه مكان ثاني. مشكلة عندنا لو ان كل شيء ينزرع عدل كان زين. هذا يطلع اول موسم، شو سالفته؟ شكله هذا شيء سهل، مورد سهل مش صعب. الحين لو نقدر نزرع شيء هنا عاصفة والله ممتع. خلنا نسير هنا البرق هنا يضرب. وصلوا اوب في ملف يضرب مكان ثاني. زين خلنا نرجع لهم نشوف كم زارعين. والله شكلهم بيزرعون هالموسم لانه ما عندهم شغل غير زراعه. خلنا نفتح الستيل لانه هو اخر شيء. اوكي الستيل بيكون نفس المعمل صح؟ ايوه نفس المعمل خلاص. والستيل من شو يتسوى؟
من فحم وايرون وزين، والحديد مش فيه تسوى بعد فحم وايرون نفس المواد. ها والله دوخت شوي ليش، هم نفس المواد هم اللي بيسوونه يعني، ما عندنا مشكلة. اهم شيء طبعا ما خلص ونيت اوف برونز، هذا كان مخلص يا جماعة تأكد. كوبر برونز برونز شو يبغاله؟ فالين برونز والله بيسوون. تعرفون شو يبغالنا؟ تريد الحبيب شو عندك؟ ايرون حديد شاركول فحم عندك شو اللي غالي؟ انزين ابي ناخذ وعد عين عين سوي تريد وياك وانا اخبركم اكشن بيلد تريلوجي. انزين بنحطي واحد زيادة من هذا، بنحطي بعد واحد زيادة من هذا الفرن على اساس ان نضاعف الانتاج شوي، نضاعف الانتاج بدل ما نجيب العيد، نضاعف الانتاج شوي حق هايل على اساس عندنا ناس خلهم يشتغلون ما عندنا مشكلة، ما له داعي نستبخل، عندنا اكل عندنا كل شيء، عندنا سكن حق 109 اشخاص وعندنا حيوانات وعندنا كل شيء. بخبركم شو بسوي الحين. الحين واحد بخليه ينتج كوبر اللي هو نحاس، واحد بينتج برونز اللي هو برونز برونز. فبدل شوف هذا خلصناهم، فبدل ما اخلي الاثنين ينتجون، واحد ينتج الاثنين ويختلط عليه الانتاج، نشيل الانتاج هذا من هني ونشيل الانتاج هذا من هني، بيستوي كل واحد فيهم مختص في شيء معين. هذا نفس الشيء، نشيل الانتاج الستيل من هني ونشيل الانتاج الحديد من هني، فواحد هذا ينتج ستيل هذا ينتج حديد، هذا ينتج شيء وهذا ينتج شيء ثاني. فخلاص اذا محتاجين ستيل يكون في الدور، لان انا احس انه هو يخرب الدور مال اللي عقبه، ومنها نضعف الانتاج ترى. انا اتوقع بالطريقه هاي يكون هني. الحين هذا شو يحتاج؟ يحتاج تن وهالسوء. هذا شو تن ماين كوبر، لا يحتاج كوبر وتن صحيح، وموجود في الدور يعني. شو محتاج؟ شو ناقصنا على اساس انه يصنع؟ ناقصنا واحد يدق قبل. ليش انتج كوبر؟ قول برونز، بكنسل البرونز هني. اوكي الحين بينتج، الحين بينتج برونز. ليش؟ لانه يبالي متر سميث على نفس الشغلة، يبالي متر سميث اسوي فيه نفس الشيء. شوفوا اجيب متر سميث، هذا متر سميث ثاني هني، النيب بعد يا اصدقائي لاك سميث، وهذا بنحطه بالطريقة هاي، وكل واحد فيهم بينتج معدات من نوع معين. مو زين الحين مايلستون نحن خلصناه، بس ابغى اسوي هذا النظام الاخير. مايلستون فتحناه كامل ما عندنا مشكلة، النظام انه كل نوع ينتج مكان، انا احس في خربطة تستوي. وما الستون ذا ما فتح لي شيء اظني حتى، ولا سوى لي شيء، ما سوى لي اي شيء. زين عندي 100 نفر بالضبط اصلا. زين فاذا انتجنا من كل نوع مبنى، النوع اللي يحتاجونه بيصيرون يدقونه هناك واللي يسوونه هناك. مثلا شوفوا هني ما في حد، خلاص مش محتاجينه. ليش؟ لان في الدورة هني هذا مغطي اصلا، خلفة الكوبر هاي ولا اسمه نفر يشتغل هني. فليش بالطريقة هاي؟ اخبار القش عنا والله تعبان وتعبان يا جماعة. ترى هاي تكون الحلقة الأخيرة الموسم هذا، إلا إذا نزلوا عليها بديت ولا شيء بعدين بنرجع بإذن الله لها، ما عندنا مشكلة. بس توازن اقتصادي ممتاز، أحسه ممتاز يعني. وصلنا لمرحلة شو نبغى من عندك يا صديق؟ عادن لا 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 هذا هاي عين
هاي أمي. أوف أوف 81 إيه الستيل غالي والله. 61 زين البرونز كم؟ خلنا ناخذ من عنده شيء زيادة عيال. 71 ما نبغى شيء أرخص. 75 أوكي خلنا ناخذ منك شوي سمون. أخذت شوي أكل منه بس الأمور طيبة يعني. انزين بس يبنون الثانية الحين براويكم السيستم لأن نفس سيستم الفرن يعني. شوفوا الحين محتاج ستيل بيروح يسوي ستيل أريح أحسه من النظام الأولي. زين ليش ما تبنون هاي الأول شيء؟ تعالوا تعالوا هاي ما بقي لهم إلا خشب. خشب عندنا مفروض. أوه ما عندنا خشب. أوه الدنيا في خطر. لحظة الدنيا في خطر. خلنا نقطع الشجر اللي هني. خلنا نقطع الشجر احنا المنطقة نحن. خلنا نقطع شوية اشجار عشان يبون خشب. لان معقولة تصدقون ناقصنا خشب؟ انا اقول لكم من الفحم اكثر الفحم. لان الفحم يعتمد على الشجر اكثر شيء. مع اني حاط كمية شجر مفروض ما تنزل. كم حاطنا في الليمت؟ خلنا نروح. المفروض حاط 150% من عدد السكان. يعني المفروض كان عندي 150 حبة خشب هنا في الستوك. بس ما حاطين اليوم. العربات شغالين، كل حد شغال زين. هذا معناه اذا هذا يا ابو الاربع حبات خشب في خشب الحين. اوه ريدر تعالوا. هذا كلهم يجون. تذكر الباب الباب ولا فزنا خلاص؟ فزنا والله فزنا وخلاص يا عمي. شوفوا لان عندنا اسلحة وايدة بس تو الريد مش قضية. هذا ما ناقص كل شيء يسوي شيء ما اعرف. اموات عن عمر كبير. انزين وصل لنا الخشب قلنا. هذا يابل الخشب. عم تعب عمرك على قطعتين خشب ليش؟ عربة وحال تكرر. والله الصراحة الموضوع صعب. This card has no longer available. بس روح سوي. انزين هذا بيبنون الحين. هذا بيسوي لنا اللي هو لاكسمت. هذا ما قاعد يسوي ستيل صح؟ اوكي هذا بيسوي لنا مسوار في ستيل. انا لو كنت ابى يعني مثلا اكبر المملكه اكثر من هاي ولا المستعمر اكثر عن هاي كان ممكن بعد ترى. لكن ما محتاج. زين الحين هذا بنسوي فيه سوالف ستيل. اوكي وهذا بنكسل منه هالسوالف هاي كلها بنحطيه في هذا المكان اساس المواد الموجوده ولا حد يحتاج اي شيء ينتجونه من هذا المكان. ما عندنا قش حتى الموسم. لكن والله فتحنا كل شيء وصلنا يعني مرحلة طيبة فيها. مثل ما تقول مستعمرة بسيطة صغيرة. طفنا فيها الوقت. يعني شيء ممتاز وصلنا العصر الحديدي يعني. الستيل. هو الستيل عصر حديدي اصلا. لكن الصراحة ما اعرف نايس. اللعبة حلوة وايد يعني. بس ما فيها احس انها ما تعطي اكثر حتى لو اكمل. ما اظني بتعطيني اكثر اللعبة. اذا زيد عدد الناس الحين. الحين انا محتاج على اساس اني اسوي اشي بس ازيد عدد الناس ترى. كل ما زيد عدد الناس كل ما يزيد انتاجي ترى. وازيد الليمت مثلا مال خرفان. ازيد الليمت مال هذا. ازيد الليمت مال ذاك. والامور طيبة تستوي يعني ما احسها قضية. بس فيري نايس. استراتيجية احسها زينة ممتازة. نقدر نبقى قتل مهني لو نبغى. او انه فايدة يموتون. يموتون على فكرة بسبة الاسترو اظني وهم يستهلكون وايد اصلا. اي اليوم عندنا 3 غير 109.
قد ما يجونا ناس الحين نحن نحتاجهم. لو اصلا المفروض عندي 200 نفر وازيد الحلال حبتين، هذا هو الكمية المطلوبة. زين انت شو عندك؟ قش، تعال نبغى. ابى استرو، قال لنا استرو بينشلون على طول، ما بيصدقون اللي عندي يحصلون استروز. قش وشغالين يا جماعة، حتى الفرن شغال ما يوقف. عندنا كمية خبز طيبة من سوين الفرن، استوى الخبز زين وايد. واستوى عن المايلستون. بالنسبة لي السلسلة لهني خلصت خلاص. أنا أشوف إن سوينا صراحة شغل حلو وكل شيء فنان، ووصلنا المايلستونز كلهن، فمشكورين على متابعة السلسلة هاي. طبعا في ألعاب ثانية قادمة بإذن الله، نشوفكم على خير إن شاء الله. مشكورين على متابعة القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.